أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلاً وسهلاً مستر نديم. ما تستغربش، أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي، احنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. اكيد لازم تعملوا حاجه تخلي الناس تعرفكم من بعض. انا اديتها الورد على انها انت. عموما ميرسي قوي على الورد، انا وهي واحد. الحقيقه هو فعلا في حاجه بتفرقنا عن بعض للاسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة معرفتش تسيطر على العربية واتقلبت بيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوه المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام، وهي على فكرة بتسمعنا وبتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. مفهوم، زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده. يعني تقدر تقول كده، وده كلام الدكاترة كمان. هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلا، إحنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريبا. كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه. نسيت أشكرك على مجيئك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة. أنا ما يرضينيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي... حاجات بسيطة، ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش، مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي، باي. كده اتك على نفسك في السواقه عشان اركب مع ميرم ونطلع وراه. بس يعني انت مش عارف بيتي يعني؟ بيتك ايه؟ انا هروح. بابي مركز معايا قوي اليومين دول. قلنا هنفطر يا جدعان، عندي افطروا براحتكم، انا مروحه. ايه مروحه وبابي مركز معايا والجو القديم ده؟ بعدين ابوكي ده هتلاقيه في سابع نومه يعني. اتك كده على نفسك وتعالى نروح نقعد معاه. وبعدين الواد مشو بيجيب البت اللي معلم فوق دي وهيجري معانا برضه يعني، فخليك لطيفه كده يا مريم. طب اعمل ايه في مس ملك اللي راجع لي من امريكا على اخر الزمن دي؟ البيت متكهرب قوي. والله انا ملك دي انا ما مش فاهمها، يعني المفروض جايه من امريكا بقى واوبن مايندد وكده. مش عارف حاجه. مريم، هو انت ليه محسني ان انت في كي جي 2؟
عشان انت مش عارفه جو البيت. بابي فيري ستريكت. ما تقول لها يا ليسي عمل فيك ايه لما رحت لنا. عمل ايه؟ عمل ايه؟ الحياه هو راجل رخم يعني ببساطه، هو قاعد يجعجع ويرجع في وشي ويزعق. صعب والله. انا لو منك والله العظيم اديهم له وش. صباح الفل يا دكتوره، احنا اصلا متجوزين وسلام عليكم. عشان يذبحني. والله الواد شريف ده بيقول كلام زي الفل، ولا يذبحك ولا حاجه. والله ده شاري انت كده. انا قلت اللي عندي. انا اول مره اعرف انك بتفهم. وانت حر. صدقني اول مره اعرف انك بتفهم. شوف انت بس بتفهم. ايوه. هتسوق ولا اسوق؟ لا اسوق ايه؟ انا شايفك بالعافيه. اسوق ازاي؟ انت اسوقي طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسوق؟ اسوق فين؟ اسوق ازاي؟ يلا احنا نطلع سوا. بلاش جو ابوكي والكلام القديم اللي انت بتقوليه ده. لا ابويا انا هروح البيت، يعني هروح البيت. مفيش بيت. هتروح البيت ايه بس؟ I'm so sorry. أنا بجد ما خدتش بالي. ما تتخضيش، ما حصلش حاجة. العربية اتكسرت. ولا يهمك، حصل خير. اتفضلي انت. ما فيش حاجة خالص يا جماعة. طب لو تحب. أحب إيه بس؟ اتفضلي حضرتك. المرة اللي جاية بس وأنت راجعة بيبص في المراية. اتفضلي. Thank you. الحزام بقى. على فكره انا كنت هنزل ابهدل الراجل ده، بس الحزام ما فكش، ما قدرتش انزل بصراحه. وماله حزامك؟ ايه؟ ما بيفتحش. حزام ما بيفتحش. الراسي ده نديم فخري؟ مريم، انا بسالك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ اللي كان تحت من شويه وكان فاكرك انا. عشان كده لما شافني سألني ان احنا اتقابلنا، وانا قلت له لا. تصدقي ما جاش في بالي خالص ان يكون قبلك انتي. ها بقى قولي لي، قابلتيه ازاي وامتى؟ وليه جريتي بالشكل ده اول ما جيت اعرفك بيه؟ يا حبيبتي مش هتبطلي الحساسيه دي. الحاله اللي عندك جات لي ناس كتير قبل كده، وياما خفوا منها. انت ما فيكيش حاجه، بس من الواضح ان معرفتك بيه طياري كده، صح؟ عشان كده مش فاكر الموقف قوي. لا ما تقوليليش. يعرف السفت الليسي بتاعك ده؟ امال ايه؟ والله العظيم يا مريم لخلصك منه واخليه يطلقك من غير ما ندفع ولا مليم. على فكره الحقير ده جالي المكتب وانا رفضت اقابله. يا حبيبتي يا حبيبتي اصبري، ممكن العبها بطريقتي؟ الاشكال الواطيه دي محتاجه طول بال ولعب على الهادي. ما انا يا مريم مش هدفع له 5 مليون عشان يطلقك. كفايه عليه قوي الفلوس اللي قلبها منك.